معايا الاستاذ عامر من المنيا مره ثانيه، اتفضل. بيه. خط قطع ليه يا استاذ عامر؟ لا مش ما قطعش، انا سامعك يا بيه. يا اهلا بيك. اهلا بيك يا بيه. اتفضل. سيادتك انا نعم انا معاك، وطي بقى التلفزيون خالص وقول لي ايه مشكلتك. اتفضل. المشكلة بيها اللي هو المشروع البتيلو دوات اللي احنا منزلين الاعلان على القناة الزراعية. ايوه. مش نازل عندنا في الصعيد ومحدش جايب عنه سيرة خالص. لا لا لا، الكلام ده مش سليم. محدش اما يدور عليها خالص ولا حد ما يسأل عليها، لأن أنا رحت سألت عليها قال لك أول مرة نعرف عنه. أنت منين في المنيا؟ أنا من درمواس، مركز درمواس، محافظة المنيا. طب ده درمواس فيها ناس كلها بتشتغل وبتنتج، يعني ما درمواس من المناطق الجميلة في المنيا. الله يخليك. طب انت رحت انت سالت فين؟ لا اسمعني بس يا عم عامر، انت سالت فين؟ ها؟ سالت عند مين؟ في الجمعيه الزراعيه. الجمعيه عندنا الزراعيه، في جمعيه في القريه بتاعتنا، ورحنا سالنا عليها قال لك ما جناش بيها بيانات عنها. مين اللي ماسك الجمعيه دي؟ في واحد اسمه جمال امين. وواحد اسمه اسماعيل فهمي. بيعملوا ايه بقى في الجمعيه دي؟ دول اللي هم شغالين في الجمعيه متوظفين يعني. يعني هو موظف في الجمعيه. ايوه. بيعمل ايه بقى بالوظيفه بتاعته دي؟ ايه الخدمه اللي بيعملها لك لما انت تروح له؟ انا بالنسبه لي انا لما ما عنديش زراعه زراعه ملك ولا حاجه، يعني مش مختلط بيها جو، فانا مش عارف ان انا مشغل ايه هو. طب احنا انا هكلم ان شاء الله اول حاجه مدير التعاون ان شاء الله. في المنيا. ايوه بيه. نعم. اللي هو يبقى فيه منشور موجود في كل الجمعيات التعاونيه في المنيا يعرف الناس بمشروع البتيلو ويعرفهم ايه الاجراءات. لان ما ينفعش ان المزارع ان انت حضرتك تروح الجمعيه وتسال يقول لك لا ده ما فيش حاجه زي كده جات لنا، احنا المنيا ما فيهاش حاجه اسمها مشروع البتيلو، ده ما ينفعش. ينزل بيه بيان. هم مش عارفين. المهم. ان شاء الله انت بعد العيد نكون تواصلنا مع إدارة الإنتاج الحيواني. نعم. وحس هم اللي يكلموك. وهخلي مدير الإنتاج الحيواني يكلمك يشوف ظروفك إيه. والكماو اللي هو الجي إس ده برضه في ناس مش أما تبدأ، أنا واحد من الناس مش أما أقدر آخد كماو لأن أنا مش ما عنديش ملك. حلو. بس لما أنت مخصب زراعي زي ده مش محتاج حيازة، ده أنت المفروض أنت رايح تشتريه بفلوسك. ماشي. اما انا متاجر من الناس لان انا ما عنديش زرع. ماشي. متاجر من الناس واخد بالك، وما حدش مديني كماو، اروح اشتري كماو شوكات الكماو من التاجر ب 240. واخد بالك؟ لو في الجي اس ده لما يدل اعلانه في التلفزيون لو في الجمعيه هيبقى بسيط عليا وحلو. بقول لك ايه؟ اتفضل. انت سبت رقمك في الاعداد؟ ايوه. لما الخط قطع هم اللي كلموك ولا انت اتصلت؟ انا اتصلت الاول وبعدين كلموني. يعني كلموك ما سابوكش. وبرضه انا بقول لك هيكلموك بعد العيد. اولا نشوف ايه موضوع المخصبات دي. انت راجل مأجر ارض فهتشتري بفلوسك، مش هيجي يقول لك ده مدعم ومش مدعم وروح اشتري. لا، انت راجل دلوقتي هتاخد حاجه حره. هنشوفه موجود فين عندك، في الاداره الزراعيه ولا في الجمعيه، ونشوف وضع الجمعيه دي ايه. وبالنسبه لقرض البتيلو هنتواصل مع اداره الانتاج الحيواني عشان يشوفوا. انت عندك ضمانات؟ عندك اي ضمانات؟ زي ايه يا بيه؟ ما احنا عايزين نعرف برضو الضمانات بتاعتها على اساس مثلا نجهز نفسنا للضمانات. طيب باذن الله انا هخلي مدير الانتاج الحيواني هو اللي يكلمك ويشوف ايه وضعك ويشرح لك. انا عندي مكان سيادتك 250 متر يا حاج عامر. اتفضل بيه. ان شاء الله مدير الانتاج الحيواني هيكلمك ويشوف ايه ظروفك، ونتابع مع بعض لغايه لما نشوف ينفع تستفيد منه ولا لا. وربنا ان شاء الله يجعله عامر. وبعد العيد باذن الله هيكون معايا المسؤولين عن هذا المشروع على الهواء مباشرة، تسألوهم ويردوا عليكم بإذن الله. ماشي. كل وربنا يجعله عامر يا حاج عامر. فضل. أمين.